بص يا ستي، ده رقمي البرايفت. عشان لو عايزه تكلميني في اي وقت او تبعتي لي في اي وقت تعملي كده. وكده رقمك معايا. اتفقنا. اتفقنا؟ اي خدمه. باي باي باي. عاوز اقابل المسؤول عن القروض. طيب ممكن حضرتك تاخد رقم من المكنه دي؟ انا ما باخدش ارقام، عايز اقابل المسؤول عن القروض هنا. معاك عمرو انيس. ما هو لازم حضرتك تاخد رقم عشان تقابل اي حد. حضرتك سمعتني ولا انا محتاج اعيد الكلام تاني؟ بقول لحضرتك معاك عمرو انيس، ما باخدش ارقام، عايز اقابل المسؤول عن القروض في البنك ده. سامعني؟ منور الدنيا يا عمر بيه. عمرو انيس. ايه ده يا فندم؟ انا اللي بسالك القاء. ايه ده؟ ده التحويل اللي انا عملته امبارح. ما هو المفروض ان امبارح قبل ما تمشي على طول عملتي تحويل من حساب كمال زين لحساب تاني يوم الدول. حصل، بس ده معمول لحساب بره مصر. حضرتك ده التحويل الوحيد اللي تم امبارح من حساب كمال زين، وهو كان عندك في المكتب، واديتي له الفورم مضى عليها على اعتبار انك هتكملي بقيه البيانات. انا هامله بقيه البيانات وهتابع التحويل بنفسي. حصل ولا ما حصلش؟ ايوه، لكن مش دي البيانات اللي انا مليتها ولا البيانات اللي هو اداها لك. في مليون دولار دلوقتي خرجوا من حسابه وراحوا حساب تاني ولا عارفين الفلوس دي راحت فين. ودينا دلوقتي هنتصل بالبنك المحول عليه نشوف طريقه نحاول نرجع الفلوس دي. السؤال بقى، مين اللي عمل كده؟ معرفش، دي غلطة أنا مستحيل أقع فيها. حضرتك دي جريمة مش غلطة. لما فلوس تتسرق من حساب عميل مهم عندنا وتتحول لحساب تاني بدون علمه أو موافقته لمجرد إن هو واثق فينا، تبقى جريمة. أنا ما عملتش كده، في مؤامرة بتتدبر لي في البنك هنا. من مين؟ معرفش، إحنا نجيب الكاميرات ونشوف مين اللي عمل كده. هيحصل، والإدارة المركزية دلوقتي موجودة وبعتوا المفتشين عشان يشوفوا كل التحويلات اللي حصلت الفترة الأخيرة. بس من هنا لغاية ما نعرف إيه اللي حصل، للأسف يا لقاء، أنت المتهمة الوحيدة. أنا ما عملتش حاجة، أنا مظلومة. خدي بقية اليوم إجازة لغاية ما يتم استدعائك للتحقيق. لكن أنا كده أبقى بثبت التهم علي. ده أمر، أنا مش باخد رأيك. اتفضلي. أنت واقف كده ليه؟ في إيه؟ للأسف ندى عشماوي مأكدة إنك ما تدخليش المكتب. في حاجات مهمة جوه لازم أخش أخدها بنفسي. لا يعني قولي لها بقى الكلام ده. ماشي يا مجدي. أنا في صفك صدقيني، بس يعني دخولك المكتب دلوقتي هيزود الشبهات حواليكي. هو في حد غيرك دخل المكتب بعد ما أنا مشيت يا مجدي؟ وراكي حاجة؟ كان عندي تحويل والحمد لله خلصت. طب يا بنتي كنت قولي لي خلصهولك المرة الجاية. لا ما أعرفش.